السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في ديننا رب العالمين. الآية 13 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم، طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، وإذا الواو عاطفة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط، قيل فعل ماضي مبني للمجهول، والقول في اللغة زي ما قلنا هو كل ما يتلفظ به اللسان سواء كان تاما أو ناقصا. قلنا لهم اللام حرف جر، والهاء ضمير متصل، والميم حرف لجمع الذكور. آمنوا كما آمن الناس، آمنوا فعل أمر، وكما عرفنا الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. كما آمن، كما الكاف هنا حرف جر، وما مصدرية، آمن يعني صدق. الناس كما قلنا معنى الناس في اللغة هي اسم للجمع من بني آدم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا فعل ماضي، واحنا عرفنا معنى القول في اللغة هو كل ما يتلفظ به اللسان سواء كان تاما أو ناقصا. أنؤمن، أنؤمن هنا الهمزة استنكارية، استفهامية واستنكارية في نفس الوقت. يعني مثلا أنا دلوقتي قاعد وباكل، رحت جيت قلت لك تعال اقعد جنبي، انت رحت بصيت لي كده وقلت لي أأجلس بجانبك أنت؟ استنكارية، استحقار، فاهم قصدي؟ أأجلس بجانبك أنت؟ فهنا طبعا نفس القصة، أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني دول سفهاء، إحنا نتوازى معهم في نفس الصعيد وبنفس التفكير وبنفس العقل. فهنا لعنة الله عليهم كانوا يقصدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني إحنا نآمن زي دول. فالهمزة هنا استفهامية واستنكارية في نفس الوقت. كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، كما هنا الكاف حرف جر، ركز معايا، ما مصدرية، زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني الكاف حرف جر وما مصدرية، تمام. آمن يعني صدق، السفهاء جمع سفيه، والسفيه في اللغة أو السفه في اللغة هو الجهل ونقصان العقل والطيش والحماقة، زي مثلا الأولاد الأطفال الصغيرين يقال عليهم سفهاء. ليه سفهاء؟ لنقصان عقلهم، نقصان العقل اللي عندهم. زي مثلا الشاب الطائش، الشاب كده في سن المراهقة تلاقيه طايش كده في الدنيا، ملوش قرار، ملوش رأي، مش ثابت على حاجة، مش ثابت على مبدأ. تلاقيه مثلا عاوز يخش طب، يعني فشاف الطب صعب قال لا أدخل هندسة، الهندسة صعبة طب أدخل تربية، تربية مش عارف إيه، فملوش رأي، طايش في الدنيا كده، ملوش رأي وملوش قرار ومش ثابت على حاجة معينة، فده يقال عليه سفيه. وكلمة سفيه تطلق على الجاهل، الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن الدين ولا شيئا عن الدنيا، يقال عليه سفيه، سفيه يعني جاهل. فهو ده معنى السفه أو السفهاء، السفهاء يعني الجهلاء ناقصين العقل، الحمقى، الطائشون الذين لا رأي لهم ولا مبدأ. وطبعا المنافقين لعنة الله عليهم كانوا يقصدون بالسفهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا مباشرة ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا هنا حرف تنبيه، إنهم، إن حرف مشبه بالفعل للتوكيد، الهاء ضمير متصل، الميم حرف لجمع الذكور، هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، السفهاء. وطبعا احنا عرفنا معنى السفهاء أو السفه في اللغة، تمام كده؟ تمام. ولكن والواو هنا عاطفة أو حالية، لكن حرف استدراك، لا يعلمون. لا هنا نافية، يعلمون. العلم في اللغة هو إدراك الشيء على حقيقته، أو هو المعرفة واليقين. فقوله تعالى لا يعلمون يعني من جهلهم لا يدركون ولا يعرفون حقيقة حالهم في الجهل والضلالة، وده طبعا أبلغ في العمى والبعد عن الهدى. فالمعنى العام أو المعنى المراد للآية أن المنافقين إذا قيل لهم آمنوا، أي حد قال لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا زي ما آمن الناس، آمنوا بمحمد، صدقوا بأن الله واحد أحد، صدقوا بالجنة وبالنار وبالحساب وبالعقاب وبالكتب السابقة وبالأنبياء وبالمرسلين، وصدقوا بالملائكة، وصدقوا بالجنة، وصدقوا بالنار، وصدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون أنؤمن، يعني احنا نصدق محمد كما آمن السفهاء زي الجهلة دول. وطبعا لعنة الله عليهم كانوا يقصدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هنا الرد من الله سبحانه وتعالى بحقيقتهم،
ألا إنهم هم السفهاء. ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين وجاء بحقيقة هؤلاء المنافقين، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني هم دول السفهاء الحقيقيين، هم دول السفهاء الحقيقيين، ومن كتر جهلهم ومن كتر العمى والضلال اللي هم فيه مش مدركين ومش حاسين بده. وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، وأسأل الله لكم علما نافعا لا ينسى، ورزقا حلالا طيبا، وعملا خاشعا متقبلا. السلام عليكم.